الحين انت فاتح المحل على هذا؟ هي الجليب امبارح جت من تجبر على واحد حتى لو كان شايل له كيس ولا جنطه قطها وركض. انزل 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 تعال. وباكد لك لا باكد لك عفوا بعد ما نطلع بنرجع وراح تحصل الشيء موجود. انزين حمله عمره حمله عمره هني انا صبي غلطان علي يشيل لا 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 احنا جايين عشان نحسن الوضع. لا حسنوه الوضع احنا أماتنا في البرنامج في على ذمة التحقيق حطينا ملف جليب الشيوخ على ذمة التحقيق قمنا بما قدرنا عليه من تحقيق ميداني وسؤالنا لجهات مختلفة. أثناء عملية التحقيق في هذا الموضوع ظهر لنا ما يعرف بمشروع المثلث الذهبي. سدلينا عليك حاولنا التواصل معك واستدعيناك لشهادتك على منطقة جليب الشيوخ تحديدا في مشروع المثلث الذهبي. انت سبقتنا في هذا التحقيق والتحقيقات بلشت معك إذا معلوماتنا صحيحة من 2007 وستة و2006 نعم. عشان تختصر لنا اللي قاعد نحاول احنا نسويه شنو نوع التحقيق اللي سويتوه في منطقة الجليد وليش سويتوه أصلا؟ قبل تقريبا يعني بال2006 من 10 سنوات كنت أسمع المنطقة اسمها جليب الشيوخ أشوف لوحاتها بالشوارع أن تجاهل جليب الشيوخ. فصدفة أني لقيت شخص كان تو كرامة داخل ترام زبالة يجمع قواطي وبلاستيك وما أعرف إيش وخذيته وديته قال لي أنا ساكن بجليب وديته جليب الشيوخ. فدخلت واكتشفت أن في منطقة ما لها علاقة بالتنظيم ولا العمران ولا لها علاقة بأي نوع من أنواع الحضارة اللي إحنا قاعد نشيد فيها بالكويت. هذا الشخص ساكن في منطقة داخل الجليب اسمها الحساوي. طبعا هذه تقسيمات غير رسميه في منطقه الحساوي العباسيه وصهيل العوازم، هذه مناطق غير رسميه لكن تكنى فيها جليب الشيوخ. تمشيت بالسياره وانصدمت لما شفت الواقع داخل منطقه الجليب لان هذا واقع ابدا احنا ما نحلم ولا نتمنى انه يكون موجود عندنا بالكويت. فمن باب السؤال ومن باب انه بدك تعرف ليش الموضوع يعني ما صار عليه اي نوع من انواع التطوير او اي نوع من انواع الترتيب، رجعت حق المجلس البلدي وقرارات المجلس البلدي وبعض القوانين اللي تسوتها بلديه الكويت في تنظيم منطقه جليب الشيوخ. اكتشفت انه ماكو شيء حقيقي، يعني ما في شيء واقعي او حقيقي. هذا الكلام 2006 2007 داخل جليب الشيوخ في عده محاور من الاهمال، اهمال حكومي صرف، اهمال شعبي، وكذلك اهمال في الناس اللي هم كانوا في يوم من الايام مسؤولين عن هذه المنطقه، بمعنى اعضاء المجلس البلدي السابقين واعضاء مجلس الامه السابقين وزراء البلديه السابقين ما قاموا في مبادره لوقف السقوط الحر حسب قرار مجلس الوزراء اللي هو طبعا مجلس الوزراء لما صدر قرار في 2011 شهر 8/2011 كان في مذكره القرار ايقاف السقوط الحر اللي ما تتعرض له منطقه جليب الشيوخ من مشاكل. فمجلس الوزراء صنف ان منطقه الجليب بتعيش كارثه حقيقيه و they are going the free fall، معناته ان ما في شيء موقفها. لما يجيب وزاره الاشغال قاعد تهمها بما يخص جانب الاشغال والبلديه وغيره. الان الاتهام المباشر لوزاره الصحه في ظل هذا الوضع البيئي، هذا الحين الاتهام المباشر، ما قدمتوا او رفعتوا اي كتاب او انتبهتوا لاي خطوره صحيه لهذه المنطقه؟ انكم تنذرون تقولون يا جماعه حلوا منطقه الجليب، حلوا مشكلتها لان في خطوره صحيه؟ الاحصائيات ما قد سمعت انا. لا بس ما المفروض احنا يعني انا دائما لما اكون مشروع صحي مو مهمتي اني لا اهون ولا اهول، ما اطلع اقول لحقونا في امراض جنسيه في المكان الفلاني فبالتالي حتى المريض ما ييني. فاهم شلون؟ انا اريد ان اتعامل بهدوء حق يعني اوصل للعنب ما اوصل للناطور. سبب الاهمال
هو عدم تطبيق القانون بكل صراحة. عدم تطبيقه من باب الإهمال ولا عدم القدرة على التطبيق؟ يعني إحنا بتحقيقنا الميداني اكتشفنا أن في حملات تقام بين فترة والثانية، بس في بعض الجهات قال لك أنا هذا اللي أقدر أسويه، أكثر من شيء ماني قادر. أعطيك إياها ملخص يعني كلمتين. الإنسان إذا صار مريض ومرض شايد يروح المستشفى، عدل؟ صحيح. ما يقعد بالبيت ويأخذ بنادول. طيب جليب الشيوخ الحكومة قاعد تعطيها مجرد بنادول، مو قاعد تعطيها حل جذري. الحملات الوحيدة اللي أنا أشيد فيها وهذا حد استطاعتهم لأنهم بالنهاية جهة، اللي هي حملات وزارة الداخلية في موضوع العمالة والعمالة السائبة، ولكن هم بروحهم حاليا وقاعد يعانون سوء البنية التحتية، يعانون من مخفر صغير ما يكفي الناس اللي عليها مشاكل، ويعني كذلك الترافيكس أو المرور يعني داخل المنطقة الجليب شو صار صعب. يعني الوزارة قضت على أمور وايد وايد، أمور قضت عليها. إحنا قاعد نمسك الحين الطافح اللي قدامنا، يمكن اللي داخل أشياء ثانية بعد. لا الحين قلت وايد قلت، يعني يمكن قاعد تشوفون أنت أو تقرون الجرايد ويقلقنا هالشيء، هذا موضوع الأدوية اللي منتهت الصلاحية اللي قاعد يجلبونها من المستشفى، شقالين بشكل يشوف لي أمس ولا كل يوم شقالين عليهم، يعني حتى في 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 تعاون مع الجماعة من ربعنا بالمباحث والهجرة قاعد بشكل يومي. هذا يقلقنا وايد وايد يقلقنا، لأن أنت منو عشان تصرف الدواء حق مريض وأنت أساساً إقامتك خادم أو تشتغل في تنظيف؟ زين شنو تقيم التعاون ما بينكم، ما بين وزارة الصحة، ما بين البلدية، ما بين التجارة؟ وفي تعاون، يعني خلنا أقولها وأنا مستحي شوية، في تعاون، بس لو 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 الكل يعني يبي يعطي العطاء، ما بقول لك اللي إحنا قاعد نعطي، يبي يتحد بالشكل الصح بالنسبة للجهات الأخرى، ما أتكلم عن دورنا، أنا أتوقع نطلع بنتائج أحسن. أنا سكنت في الجليب يعني أساس أعيش حاجة الأشخاص هذه. إذا أنت عندك سكن هناك؟ لا أنا سكنت بسكن عمال هناك. أنا بالنهاية أنت عشت الواقع. عشت الواقع هذا. أنا خذيت غرفة يعني في أحد البيوت وسكنت. بيوت العزاب. بيوت العزابي. قعدت هناك. قعدت. كثر قعدت؟ قعدت خمسة أيام. خمسة أيام. أي فور نايتس. كلمني عن هالخمسة أيام، التجربة شنو؟ تجربة كانت غريبة. يعني أنا طبعًا لازم تعرف في فنادق هناك مو يعني فنادق مو معلنة، يعني مو رسمية. مع أني سكنت في واحد من الفنادق. لا بس عشان نوقف لأن أنا هم إحنا قاعد نحقق في الموضوع عشان نفهم، أنت سكنت في فندق للعمال في جليب الشيوخ؟ إيه نعم. بس هو تجاريا مو مسجل كفندق؟ هو اساسا اصلا في بيت حكومه قديم، يعني بيت حكومه قديم تحول الى فندق. تحول الى فندق. هذا هو هذا فتح الباب. اي طيب، فانا دخلت فيه، ويعني مو لا تخيل انا تشيكت ان وتوقف في لوبي او غيره، لا مجرد كان شيء بسيط، كان حارس تحت وياخذ حجل الغرفه بالشهر 15 دينار. بالشهر 15 15 دينار. السلام عليكم. عليكم السلام. محمود كفالك؟ الحمد لله. عندك في غرفة فاضي؟ وين؟ هذا مدرسة نور قدام. يا هارون. أيوة. شلونك؟ زين تمام. والله في غرفة بس ما يعرف هذا أخو يسوي إيجار ولا لسه يا هارون. كم فلوس؟ لسه يبي يسأل، أنا أي من بلاد جديد لسه ما يعرف خلاص ولا لسه. أنا أشوفه يعطيك خبر يا هارون. يلا ماشي. يعني كم فلوس هنا؟ 50-40-30؟ ممكن 30-40 ممكن. إيه كم الأجار هنا؟ ما يعرف ولا. ليش ما تعرف؟ أنت مو ساكن هنا؟ لا أنا ساكن. أنت ساكن كم أجار هنا؟ أنا شركة. انت ما تدفع فلوس؟ لا ما شركة تدفع فلوس. هذا كله يعطيني مكان شركة. فهاي المباني كلها شركات مأجرتها. كل شركة كل شركة. ف
فقعدت بعيش يعني بشوف الشخص اللي يطلع هناك الساعه كم يطلع من الصبح الساعه كم يرجع بالليل طيب شنو يمر فيه شنو نوع الاكل فحسيت اني مو بالكويت امانه لو ما كان في كوكب مو بلد ثاني الا كوكب ثاني اي لو ما كان في صوت اذان وكذا ما تحس انك حتى بدوله عربيه يعني وكانت تجربه غريبه يعني ان شلون تحاول تطور هذا المكان الى المكان اللي انت تنشد او ان انت ودك انه يوصل له جليب الشيوخ التحول الى منطقه خدمات مسانده وليش شخص كويتي يدخل روحه بهالمعمعه اذا ما من وراها فايده احنا قاعد نعمل بمهنيه للتعامل مع كل هذه الانماط المرضيه لحمايه المريض مو شغال عطلانه شو اللي يمنع ان جليب الشيوخ تظل جليب الشيوخ نعم لكن مؤمنه فيها صيانه فيها صحه منطقة تكون مرتبة قرار يتخذ لكن صعب تنفيذه شنو هو المثلث الذهبي؟ المثلث الذهبي عرف الناس عليه طبعا هندسيا المثلث الذهبي هو المثلث المتوازي الأضلاع طيب فجليب الشيوخ أساسا في الماب شكلها مثلث السادس بعدين الأضلاع مالت وحل جليب الشيوخ يتكون من ثلاث أضلاع تمام حكومة سكان القطاع الخاص أوكي تطوير المنطقة هذه يتم عن طريق بالتوازي مع هذه الأضلاع أن الحكومة تأخذ مبادرة مثل مبادرتنا وتطبقها يجون السكان يتفاعلون معها ويو القطاع الخاص يستثمر كمشاريع تنموية داخل منطقة جليب الشيوخ شنو راح شنو نوعية هذه المشاريع اللي راح تكون داخل؟ حسب التقسيم احنا سويناها منطقة خدمات حكومية ومناطق تجارية ومناطق تخدمية لأستاذ صباح السالم الجامعي وأستاذ جابر الأحمد الرياضي وكذلك احنا حولنا في منطقة تكون فيها مستشفى متكامل متطور وحدائق عامة ومنطقة فنادق ومنتزهات تخدم يعني تخدم المكان وانفنتري وسيرفيس زون للمطار يعني في دول العالم لما تروح تأجر سيارة تركب الشتل تروح مكان الكار بار الرنتل تأخذ سيارتك بكل احترام بدون لا تسوي زحمة لا بالمطار ولا تزحم أحد ولا تأذي أحد فهذا كان فكرة المشروع المثلث الذهبي يعني أو جليب الشيوخ التحول إلى منطقة خدمات مساندة مع عدم الإضرار في المناطق التجارية والاستثمارية القائمة حاليا في الجليب احنا ما راح ما لنا علاقة فيها احنا قاعد نتكلم عن المناطق اللي تم توزيعها من قبل الحكومة اللي هي العباسية والحساوي المنطلق اللي احنا انطلقنا فيه في تطوير منطقة الجليب واحنا ما اخترعنا شيء يعني هذا بالنهاية هذا economic development سويناها من باب تطوير المنطقة بما تتماشى مع المناطق اللي حولها وترفع من قيمة المناطق اللي حولها كذلك طيب كل هاللي سويتوه جهد مشكورين عليه بس الحين بوصل معاك الى المثلث الذهبي اللي تفضل فيه والتحقيق اللي احنا هم عرضناه للساده المشاهدين يمكن جزء بسيط من الواقع اللي الناس تعيشه في اتهام موجه لشخص ناصر اول ما بلش بابراز فكره المثلث الذهبي ان ناصر ما بلش بشكل جدي وتحقيقات ميدانية وملفات يمكن بجهده الشخصي والذاتي وبتكاليفه أهوى إلا هذه التكاليف المادية راح تعود على ناصر بعد قيام هذا المشروع بكسب مادي تجاري استثماري ولا ليش شخص كويتي يدخل روحه بهالمعمعة إذا ما من وراها فايدة مدى صحة هذا الاتهام؟ اتهام باطل هذا أساساً لأن المشروع احنا قدمناه للحكومة احنا قدمنا هذا المشروع للحكومة فالحكومة لها أن تأخذ فيه ولا ما تأخذ فيه هذا في قانون المبادرات إحنا ما سوينا شيء illegal ما سوينا شيء غير قانوني أنا ما قلت حق الحكومة أعطوني رواتب أنا اشتغلت لكم سويت لكم أو حطيت لهم خطة قلت لهم تعالوا أعطونا فلوس عليها يعني أنا مجرد أني قدمت مبادرة على قانون المبادرات هذا حق مشروع حق أي مواطن كويتي يعني وأي شركة يعني. لا خليني أقول لك الدافع اللي توجيه مثل هذه التهمة ولو كان أن مثل ما تفضلت قانوني أنت قاتلت علشان هذا المشروع ومن ضمن طيات المشروع أنه في موضوع ممكن يكون تثمين لبعض
الأراضي اللي موجودة هناك ما وراها مكسب حق ناصر؟ هذه الكلام هذا أنا الوحيد العضو في اللجنة اللي مقدم براء في ذمتي المالية. أنا كوني من القطاع الخاص أنا معطي ذمتي المالية حق رئيس اللجنة مقدمها رسمي. نعم. لا أملك عقار ولا لي استفادة مادية مباشرة ولا صار لي أي تعامل مادي مع السكان أو غيره. في اتهام وهو متهم وحق مشروع لك طبعا، لكن هذا المشروع وهذه القضية اللي انت شلتها، هل الهدف من وراها في النهاية تسويق لإسمك للنزول في انتخابات مجلس بلدي أو مجلس الأمة؟ لا أبدا، ما عندي طموح انتخابي، لا مجلس الأمة، لا أني أخوض انتخابات مجلس الأمة ولا أني أخوض انتخابات المجلس البلدي. ما عندي الحب، يعني ما أعتقد أن أنا شخصيا مشرع، يعني ما أعتقد أن أنا تنفيذي أكثر، يعني ما عندي طموح انتخابي نهائيا. دخولك في مجلس بلدي أو مجلس أمة ما يعطيك قوة أكبر في خلينا نقول شيء يخدم المثلث الذهبي؟ الموجودين فيهم البركة يعني بالنهاية، وأنا واثق أن في ناس يعني راح تتبنى هذا المشروع من أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس بلدي، وسبق أن في أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس بلدي تبنوا الفكرة. لكن كشخصي أنا رجل أعمال، يعني بالنهاية أنا شخص اقتصادي، يعني فالسياسة لا تجتمع بالاقتصاد بكل صراحة أقول لك إياها. فأنا ما عندي طموح أني أكون نائب في مجلس الأمة نهائيا. هذا اتهام آخر، أن هذا الملف وهذا المشروع أنت تقدمت فيه شخصية، ليش ناصر البرغش ما حاول أن يوصل هذا الملف من خلال أعضاء مجلس الأمة؟ لأن ليشكل وسيلة ضغط على الحكومة بتسريع كل صراحة. في أعضاء طبعا تبنوا الموضوع وسعوا فيه، لكن أنا ما سعيت أن يكون هذا ملف مزايدة الانتخابية أو مزايدة للأعضاء. حرصت أنه ينتقل هذا الملف في القنوات الرسمية. لما سألتني شلون بديت قلت لك راح تقدم في المجلس البلدي، نطرت دوري سنتين، يعني ما قعدت، نطرت دوري سنتين، لما نهى الموعد دخلت اللجنة الفنية وناقشت المشروع مالي. فما في داعي أن أخلي أعضاء يطالبون أو أعضاء يلوحون في هذا الملف كوسيلة ضغط أو أن يساومون فيه الحكومة، لأن بالنهاية ما يدخل في هذا الأمر فهو فسد الأمر. أنا قاتلت المشروع لأن الناس قالت لي ما راح تقدر تسويه. صار تحدي شخصي. صار تحدي شخصي انه ما راح تقدر تسوي شيء. يعني كانوا الناس تعتقد انه ما راح تقدر تسوي شيء. فانا قاتلت وحسيت نفسي افضل من نواب الخدمات او نواب الريجنس. يعني مو مثل ما فهموا الناس ان هذا القتال مستميت على جليب الشيوخ لمنفعه ماديه شخصيه، هو تحدي هو بينك وبينك. كان في البدايه انه قالوا لي ما راح تقدر تسوي. فانت لما طبعي اذا احد قال لي ما راح تقدر انا طبعي اعاند، فراح اسعى اني اخذ. زين. والحكومه عندها اساسا مشروع اسكاني داخل منطقه الجليب ما له علاقه في المشروع. طيب خل ابدي معاك في انت ذكرت لي ثلاث نقاط، راح ابلش معاك في الحكومه. اي نعم. هذا المشروع مثل ما قلنا فكره ودراسه من 2006 2007، وين رحت في هذا الملف؟ من ردك سلب. منو تقبل الفكره؟ انا قدمتها بشكل رسمي عن طريق القنوات الحكوميه. في اي سنه قدمتها؟ في دراسه كامله قدمتها في 2007 2008. في 2008 تم تقديم مشروع كامل مدروس كامل. طيب. قدمته للمجلس البلدي. شنو حصل وياك؟ نطرت جلستي في شهر 4 2010. طيب ووافقت اللجنه الفنيه على المشروع، حولته للمجلس البلدي واتخذ فيه قرار وتحول الى مكتب وزير البلديه الله يذكره بالخير دكتور فاضل صفر في شهر اعتقد 7 أو 8 2011. والدكتور فاضل خذ قرار في تنفيذ هذه المبادره بقرار رقم 1209 على 2011 قرار مجلس الوزراء لتحويل منطقه جليب الشيوخ للمثل الذهبي. خلي يقومون اول شيء، شو اللي يمنع ان جليب الشيوخ تظل جليب الشيوخ؟ نعم، لكن مؤمنه، فيها صيانه، فيها صحه، منطقه تكون مرتبه. انا معاك، شو اللي يمنع؟ انا معاك طال عمرك، بس هل تتوقع رجال الامن فقط هم قادرين على الشيء هذا؟ انا قاعد اكلم لك عن بنيه تحتيه كامله. انت دش يمكن ما دش داخل، تلقى لك غرفه فيها 17 نفر داخل. لا دخلنا قيسه على 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 امور ثانيه صحيه.
يعني لو في مرض واحد، شوف لو في مرض واحد ينتشر راح ينتشر في المنطقة كلها. مثل هذه الأشياء لها أكثر من بعد، لها بعد أمني، لها بعد صحي، ولها بعد مالي، وفيها بعد الأمن والاستقرار. يعني هذا جزء من الصحة، وهو حريص حقيقة أن يتابع. وأنا إذا كان لي أن أتخيل أكبر هيئة حكومية ومثل له مع المحافظ، فالصحة موجودة، يبقى عملية المتابعة والتدقيق بشكل لصيق هذا واجب، بس كلهم في اختصاصه. طيب شكلوا لجنة عشان تكون بصورة، عشان تأخذ شكلوا لجنة، خذوني أنا كمبادر، وقدمت البلدية مبادرتها، وقدمت جهة أخرى مبادرتها، وقدمت أنا مبادرة مثل الذهبي، واللجنة وافقت بالإجماع على مبادرة مثل الذهبي. هذا الكلام قاعد نتكلم في 2011 شهر 11 شهر 12 إذا ما خانتني الذاكرة يعني. طيب في شهر 1 2012 صدر قرار من قبل الدكتور فاضل صفر ورحل إلى مجلس الوزراء تطبيق المثلث الذهبي، وفقه غيروا بعض الاشتراطات على أساس تتناسب مع بلدي اشتراط بلدية الكويت، تم ترحيله إلى الحكومة، والحكومة بعثته للجهات المختصة للدراسة وتقييم تقييم المشروع، ودخل مجلس الأمة في كذلك طرف، وتم تحويل بعض القطع أن تثمن قيمة المتر هذا ما لي علاقة فيها أنا أساسا، بس أنه في لجنة تثمين مختصة يعني تدرس الموضوع. وبين فترة والثانية يستدعوني، تعال شنو صار، عطنا أبديتس، شنو يعني باب السؤال. هذا المشروع للحين في مستندات رايح راد ولا وين واصل؟ أخذت تجارب عموما الكويت البايبلاين مالها بطيء، البيروقراطية الحكومية بطيئة، هذا مو ذنبي ولا ذنب أحد يعني. يعني مشاريع مثل جامعة الكويت اللي هي أستاذ صباح السالم صار لها كم 35 سنة من قروها، مدينة الحرير اللي احنا نسمع عنها من 85 كان المفروض ان السكان يصلونها او 87، باقي المشاريع يعني مطار الكويت صار لنا 20 سنة او 25 سنة نسمع فيه، فهذه اجراءات حكومية انا ما لي علاقة فيها يعني. انا ايش اسالك، انا مو صاحب قرار. انت مو صاحب قرار، انا مو صاحب ولا شوف انا ماني صاحب قرار تنفيذي، لكن الخطوة التنفيذية اللي لازم تقوم حاليا هي على الاقل وقف نزيف المشاكل اللي قاعد يصير في جيلي بشيوخ. في امور بسيطه الناس ما تنتبه للتفاصيل، العامل المخالف لقانون الاقامه اللي ما عنده تامين صحي قاعد يسكن مع ناس عندها اقامات، وهذا تلاقيه بورتر في مستوصف ولا غيره، هذا ممكن ينقل له مرض والمرض هذا ينتقل. هذا مثال في مشكله صحيه كبيره، شفت شلون؟ فبالتالي انا الاحصائيات تدل عندي على المؤشرات هذه، هذه في يعني خلينا نقول في التوزيع الجغرافي فيها مركزين، ومركزين يشتغلون بطاقة استيعابية يمكن أكثر من أي مركز حكومي آخر في منطقة أخرى، يشتغلون 24 ساعة يعني قاعد أقول لك من الساعة 7 للساعة 12، فيها عيادة سكر، فيها عيادة عامة، فيها أمومة طفولة، فيها مراكز الصحة العامة. الآن في مشروع طموح إلى أنه كل من هذه المراكز يصير بدال الدور الواحد 4 أدوار، وتدخل عليه خدمات مختبرات وأشعة وتأهيل وعلاج طبيعي وما إلى ذلك، بحيث أنه يكون مراكز تخصصية. وبالتالي مجرد ما يرتفع مستواها بسعتها الاستيعابية راح يخفف العبء على الأماكن الأخرى. أنا ودي أؤكد على قضية، إحنا نفهم جيدا أن منصة الصحة لا تستثني أحدا، من الخطأ الاعتقاد أن المريض غير الكويتي هو هذا يشايل مشكلته، لا، لأن منصة الصحة تستوعب الجميع، الكبير والصغير، الكويتي وغير الكويتي، المسلم وغير المسلم، المرأة والرجل، يعني أنت كل التناقضات تكون تجتمع على منصة الصحة، لأن الميكروب أو الوباء أو المرض إذا جاء ما يفرق بين أحد. إحنا وجود مكاتب الصحة العامة تعطينا بعد إضافي في الخروج إلى جذور المرض، ما نتمتع ضمن تخصصات أخرى بأن مثلا تينا حالة متقدمة اكتشف فيها كانسر نقول الله والله خوش طبيب هذا اكتشف السرطان، لا، احنا نريد أن نتعامل مع الإنذار المبكر. إذا رأينا حالة تسمم نخرج إلى المطعم، نخرج إلى مركز العمل، نأخذ على أساس نعالج الأمر فلا يتكرر، ونستخدم مثل هذه الأمور لإرسال رسالة واضحة حديثة بسيطة بنفس اللغة اللي يفهمها هذا العامل الأجنبي لحماية نفسه. الهدف من هذا كله يعني نقدر نقول أن وزارة الصحة
حاط المنطقة اللي جيب بعين الاعتبار قاعد ترصد ما يصدر منها من أمراض، وراح تدق ناقوس الخطر بالوقت المناسب. ناقوس الخطر يمكن تفاجئ ان احنا طاقينه في اكثر في من جهه وفي اكثر من مرض، لكن ما بشكل يعني مو اعلامي علني، لان احنا مو هدفنا ان نهول ولا نهون، احنا قاعد نعمل بمهنيه للتعامل مع كل هذه الانماط المرضيه لحمايه المريض، لحمايه المجتمع، لحمايه المنطقه بالدرجه الاولى. احنا الحين في تقريبا يم المستوصف، هذا المستوصف هو المركز اللي موجود للعلاج في منطقة الجليب. نبي نصور لكم يوم من برا ونحاول ندش داخل، وبحاول قدر الإمكان أسأل عن الخدمات الصحية اللي موجودة. السلام عليكم. هذا هنا مستوصف؟ ها؟ السلام عليكم. عيادة ولا مخزن أرقام؟ هنا عيادة ولا مخزن أرقام؟ عيادة. مخزن رقم؟ لا سلامات إن شاء الله. ماشيين على الرقم ولا على الدور ولا كيف؟ لا بالرقم. بالرقم. بينادوا الأرقام ولا ما بينادوا؟ لا لا. لسه. هم ينادون بيقولوا رقم اثنين رقم ثلاثة يفوز رقم أربعة. بالترتيب خط من واحد لحد عشرة. اسك الله حاتكم واقفين قعدوا ينادونكم بالرقم. ما حدش دخلنا نسام التصريح. ما حدش بينادي. وحضرنا نسام. شلون خدمات المستوصف جاي؟ ايوه اللي يطلع واللي خدمات شلون الصحية يعني؟ نصرف. احنا جايين عشان نحسن الوضع. حسنوه كم مستوصف في الجليب؟ اثنين العائلات الجماعية اللي هناك عائلات. بس في يومين مشترك فيهم يومين لحظة يعني في يوم عائلات ويوم للعزاب؟ لا حضرتك في يومين اي مستوصف العزاب. تمام العزاب عروق اللي هو يوم الخميس والجمعة. خميس وجمعة. لا جمعة والسبت. جمعة والسبت ما دور في اليوم يدور يبي يحصل يومين. الثاني 24 ساعة شغال. داخل الساعة 11 شغال ولا مو شغال؟ ها؟ شغال ولا لا؟ ها؟ مو شغال؟ عطلانة؟ شلون تدفعون عيل بطايقكم؟ ياخذ دينار. انزين الحين هذه عطلانة واقفة صح؟ انزين واذا واقفة شلون تحط لك طابع الحين؟ الحين شلون تحط طابع؟ في موظف داخل هو يعطيك طابع ها؟ صار يدوي. أنا ما أدري هل هي ما يقال أن الإرشادات مكتوبة بلغات مختلفة داخل بعض المراكز مقصود فيها هذه اللوحة اللي مكتوب عليها الإرشادات، هل هذا هو المقصود اللي سمعنا عنه يعني؟ خلنا الحين ما زلنا في الشق الحكومي ولأنك أنت داخل الموضوع وهذا مو بيدك أكيد، بس الحين لما تكلم من 2012 تم الإقرار خالصين لغاية الحين هذا المشروع في الدورة المستندية أربع سنين. إيه نعم. متوقع لمتى يتم حسب رؤيتك حق الأوراق اللي رايح أراد؟ بصراحة ما أدري. ما عندك توقع؟ يمكن 15-20 سنة زيادة، يعني ما في شيء متوقع بالكويت يعني انه يخلص بسرعه. القرار صعب يعني القرار يتخذ لكن صعب تنفيذه.
وهم يعلمون تماما ان هذا هو الحل الامثل والافضل للمنطقه اللي بشيوخ. انا عشان افهم انا اعتبرني شخص ما يفقه شيء بالدوره المساعديه. طيب اربع سنوات هل هي للدراسه؟ هل هي لاخذ موافقات؟ شنو يعني الاربع سنين هذه ايش قاعد يصير فيها؟ كتابنا وكتابكم بكل بساطه. استفسارات كل جهه تستفسر عن شيء، كل جهه تستفسر عن نقطه. فانت عندك مشروع متكامل قيمته مليار تقريبا 650 الف دينار كويتي، فاكيد كل جهه راح تستفسر بشيء. زين الجهات اللي قاعد تروح لها الدورات المستنديه هذه، انت ذكرت الفتوى والتشريع صح؟ انا اسمع يعني انا شفت الفتوى والتشريع. نعم الفتوى والتشريع. غير الفتوى والتشريع البلديه الاشغال كهرباء والماء. اوكي كل الجهات كهرباء وماء بلدية صحة داخلية حكومة بالكامل. الحكومة بالكامل. نعم كتابنا وكتابكم والموضوع. أي وأنت شخصيا أنا أكلمك أنت شخصيا تتوقع أن الدورة هذه المستندية ما تدري متى تخلص؟ لا ما أعتقد ما أعتقد يعني خلال سنة. الجهة الوحيدة قلت لك إياها بكل صراحة متفاهمة ومتناسقة ودائما على اتصال معاي اللي هو وزارة الداخلية. يعني دائما هي أكثر جهة أكثر جهة عندها استعداد وأكثر جهة فعلا مندفعة في تطبيق المشروع، لأن هذا يساعد حتى على تخفيف المشاكل اللي قاعد تنتقل للكويت. يعني بالنهاية هذا شوف اليوم الجليب صارت مشكلة أمنية. صحيح. يعني إذا أنت مطلوب أو أن مثلا عليك مشاكل أو عليك قصة معينة إذا دخلت الجليب صعب. عندك فكرة كم عدد تعداد سكان الجليب؟ ها عطني رقم. 512 جناية و943 جنحة. كل واحد يقول لي الله أعلم. وأنتوا قابلين بالوضع هذا يعني؟ باليوم عندي أنا من حالتين لثلاث حالات انتحار. السكان مظلومين سواء وافدين ولا كويتيين. أنا صافي غلطان علي نشيل جوتي. لا 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 لا, لا 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 ما راح نشوف. في إحباط. خلينا ننتقل معاك من أول نقطة الحكومة تكلمنا عنها، ننتقل للسكان اللي هو سكان منطقة الجليب. إحنا حاولنا نوصل صوت حتى الناس اللي ساكنها كامل لأنها تعاني من مشاكل. 46 عائلة كويتية تعيش داخل بين العزاب. 46 عائلة كويتية. نعم. غير العزاب اللي ساكنين. غير العزاب. لأن قاعد يشتكون مثل ما قلنا صرف صحي صحة. أنت عندك فكرة كم عدد تعداد سكان الجليب ها؟ أعطني رقم. 480 ألف. أنا آخر إحصائية طحت عليها حاولت أدور حاولنا نبحث في البرنامج كانت في 2011 كانت مسجلة 1455 قضية منهم 512 جناية و943 جنحة. حلو هذا الرقم مثل بشهادتك الأخيرة قام يقل؟ مبالغ فيه بس أنا خلني أقول لك الجناية شنو. إحنا أغلب إحنا طبعا تصنف جناية اللي هو عمليات الانتحار عندنا بكثرة. أي. يعني أنت هذه اللي ما زالت مستمرة وياك؟ طبعاً هذا لا تدري يعني ما هو ما هو ما هو ما هو متمسك بالوازع الديني اللي عنده وتلقى يمكن 100 ديون 100 دينار يقول كان هي حياتي ما هو ما هم طريقتهم كذي. فأنت تكلم لي عن 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 باليوم عندي أنا من حالتين لثلاث حالات انتحار يومياً فتسجل جناية وتزيد الرأت اللي موجود عندك أو يومياً قالتك طبعاً يومياً في حالة انتحار انتحار عندهم ماكو ما تحكى يوم ثاني يوم ما في يوم باليوم مرتين ثلاثة يوم مرة يعني ماكو بدون توقف فتسجل هذه الجناية. احنا شنو همنا كرجال أمن أكثر شيء بالذات الفترة الأخيرة اللي هو جرائم القتل المتعمدة على المواطن أو بينهم هذه مهمة جدا بالنسبة لنا خصوصا صارت هذه المنطقة وسط بالضبط سكنية. لما تقول لي أنا والله سوق عشوائي أسيطر عليه السلام عليكم. حملة عمره هني؟ لا شلون لا؟ حملة ولا مو حملة؟ لا هذا سكن مكتوب اعلان حملة عمره هذا شنو صورة كلها مال عمره 50 دينار عمره كل جنسية يروح؟ يخلص فيزا تخلص كل شيء؟ انا ما حج عمره ها؟ انا هنا سكن حج ما يودي حج؟ حج لا انت هني في عمره وفي مكان ثاني في إعلانات هناك شنو؟ أسعار عمره في رمضان 70 دينار أسعار عمره في ثاني عشر رمضان 80 دينار
15 يوم رحلة إلى عدل، صح ولا مو صح؟ هذا هو أول كان أنا يجي من سفر 3 يوم. لا تقول لي أول، أنا مو اسمع أول. اسمع لا تقول لي أول طبعا. كل المحلات أنا أعرف شو يقولون ايه؟ أنا أعرف شنو أول موجود شنو الحين موجود. خليك معي سيدة، تسوي حمل عمره ولا ما يسوي حمل عمره؟ لا تخاف، هذا محل، هذا محل. محل شنو؟ هذا محل. محل شنو؟ محل يسوي حجوزات حق عمره. شنو مشكلة؟ في مشكلة؟ لا ما في مشكلة، ماكو مشكلة، خلصنا صح ولا لا؟ شنو جنسية يودي انت؟ هندي، بنغالي، مصري، كله؟ لا غير كويتي. غير كويتيين. غير كويتيين. فيزا من وين تجيب فيزا؟ شركة. من اي شركة؟ شنو؟ عربية. فيزا رسمي. فيزا رسمي. في رخصة انك تسوي عمره؟ لا ما في رخصة. هنا حسوي ما في رخصة. انزين ابلكيشن فيزا في؟ لا ما في شيء. انا شوف يستر. اسمع. انا الحين عندي عامل. اي. انا الحين عندي عامل مو كويتي. يبي يروح عمره 70 دينار 80 دينار. يبي يسوي فيزا، عطني فورمات عشان يسوي فيزا. فورمة مال فيزا. لا انا ودي شركة في الحرانية. شركة رسمي في الفروانية، شركة حلبية. ايه. انا ودي هنا هو يسوي التأشيرة. زين انت عندك ترخيص تسوي حملة؟ هو عنده ترخيص، شركة حلبية. انت عندك ترخيص تسوي حملة؟ لا حسوي ما في ترخيص. من غير ترخيص؟ حسوي ما في ترخيص، مقطوع. حجوزاتك كلها بالانترنت يعني؟ لا لا. حجز. حجز بالفاتورة. ايش قاعد تسوي انت هني؟ هذا انت تبي حج عمره ولا شنو؟ لا هو امام مسجد هني. ما شاء الله من زمان انت هني؟ كم سنه؟ ثمانية سنة. انت شغال في عمره وشغال في السكان الحين، يعني لما سألناهم هل فيكم أحد حاول إنه يوجه رسالة شكوى إلى وزارة الأشغال، الطرق، الصرف الصحي، إنه يوني عدلون، ما حد فيهم حاول من اللي شفت من اللي سألته. كلامك صحيح. أنا كنت موجود في 2013 شهر 1، حتى أعتقد وكيل وزارة الأشغال وقف علينا، كان في من هول مجاري. طيب. طفح. ومن هو الأمطار طفح والشارع سكر والماء دخل البيوت. طبعا هذا من هو الحين صاروا مناهل. هذا واحد منهم يعني. ايه. وزارة الأشغال عندها علم كامل إنه في مشاكل داخل منطقة جليب شيوخ، لكن ما تم اتخذت أي إجراء. ما اتخذوا إجراء حقيقي. زين هذا الشارع هنا ليش كذي؟ بالليل يجي زيادة ماي؟ انزين؟ انزين انتوا بلغتوا البلدية، قلتوا حق الأشغال، أحد كلم، أحد اتصل قال الشارع كذا تعالوا عدلوه. شلون؟ أنا شايف هذا كله. كله ماي. بس السؤال الحين انت وكسكان المنطقه، انتوا اللي ساكنين هنا صح ولا لا؟ لا والله انا لسه جاي شهرين يا دوبك. انا كل ما اجي احد اكلمه اقول له صار لك قد ايه؟ يقول لي والله صار لي اسبوع، صار لي شهر شهرين. يا دوبك شهر ونص بالضبط. بس انا طبعا بس بشك، انا اعرف منك ولا تنك. انزين؟ الله اعلم. وكل واحد يقول لي الله اعلم. وانتوا قابلين بالوضع هذا يعني؟ الشركه لا ولا احنا جايين اليوم نسمعكم. والله من الله اعلم. ما تعرف؟ لا والله ما اعرف. بلغ بس من زمان يعتقد يعني. من زمان طبعا. اكيد من زمان. بس انا اللي جاي اساله، في حد فكر انه يشيل التليفون على البلديه ولا الاشغال؟ يا جماعه الشارع في القطعه الفلانيه في المنطقه الفلانيه عامل بالمنظر ده، تعالوا صلحوا، لان دي مسؤوليتهم هم. ولا جربت تبلغ؟ انا اللي حبلغ. يلا تعال. هذا الشارع اللي قاعد تشوفونه شارع مو في اي بلد من البلدان اللي سمع عنها في اسيا او غيرها. هذا الشارع موجود في الكويت. فاي شارع موجود في الكويت اتوقع هو مسؤوليه جهات معينه واضحه. لو اي منطقه في الكويت، لو بالشاميه، لو في مشرف، لو في القرين،
تصير حفرة في شارع وأهالي المنطقة يتصلون تعالوا يا جماعة في حفر، راح يتم تصليحه. بس ليش هذا الشارع؟ لأن في هالمنطقة بالذات يكون وضعه بالشكل هذا. لا أنا ما أقدر أغزل أكثر من شيء. خلاص. تأخذوا إجراءات ترقيعية، ماكينة تسحب من المنهول المجاري وتصبه في منهول الأمطار. هذا موجود بالجليب راح تلاحظه. في كان مبرر؟ في كان سبب واضح؟ ما في خطة. ما هم حق يعني بالنهاية جليب الشيوخ لها كثافة معينة لما تم بناء البنية التحتية لها. مو نص مليون. نص مليون شيء خطر يعني. فهذا بالنهاية هذه هم من تدمر البنية التحتية. السكان مظلومين سواء وافدين ولا كويتيين. الكويتيين مظلومين إن كانوا عايشين في مكان ما خالفوا ساكن ببيته والعزاب حاطوا دار مدار بيته. والوافد بالكويت يحق له الحياة الكريمة يعني. مو معقولة أنه يكون وافد كونه عامل أو كونه مثلا ذو أجر منخفض أو غيره معناته أنه يحق له أنه يعيش مثل هالمكان هذا. خلنا ننتقل وياك إلى ما يخص القطاع الخاص. نعم. القطاع الخاص متى المفترض أنه يدخل دوره في هذا المشروع؟ بعد ما يتم تثمين المنطقة وتكون هذه أرض خام، يبدأ القطاع الخاص عن طريق برنامج الشراكة بين القطاع الخاص والعام في تطبيق المشاريع على البي بي بي، ولا اللي هو برايفت بابليك برايفت بارتنرشيب، أو البوت اللي هو البيلد أوبريت ترانسفير اللي هو البي أو تي. والمواطنين كلهم يستفيدون. ليش تخليها على شلون المواطن يستفيد؟ تأسيس شركات مساهمة. اي خلي الناس كلها تستفيد يعني، مو لازم تاجر واحد أو شخص واحد يأخذ. تأسس شركة مثلا، شركة تطوير عقاري تطور هذا المكان. هذا الفكرة اللي أنا قدمتها يعني. هذا بشكل كامل. بشكل كامل. اللي لحين خطوات بطيئة ولو نفذ منها شيء ينفذ بس ما يستغل. بالضبط. أنا قبل لا أخلص معك تحقيق فيما يعرف مشروع المثلث الذهبي، شنو القصور اللي أنت شايفه؟ يعني أنا شفت لك تصريحات أو لقاءات في بالضبط في الفترة اللي تم فيها إقرار المشروع 2010-2011، كنت من يعني الاندفاع بدأ يزيد شوي، حسيت إنه في تقدم فيه يعني. اليوم حسيت من كلامك، أنا استشعرت من الحوار ومن اللي قاعد أقوله من واقع قاعد نعيشه، إن ما راح نشوف هذا المشروع، في إحباط كبير. شوف أنا قلتها، هو في إحباط بس طبعي أنا متفائل شوي يعني، فيني تفاؤل. فمرات ودك توقف بس يضيق خلقك على حال البلد يعني. الإنسان يعني هذا الوطن هو لنا، مالك أصلاً مالك مكان إلا الكويت يعني. صحيح. فإذا أنا مثلاً وقف عطائي للكويت أو إنه مثلاً حسيت إنه لا خلاص أفقد الأمل أو غيره، الباقي كلهم راح يلحقونك وراح تشوف إن البلد عبارة صارت مكان كئيب، مكان مهجور. الواحد بس مجرد إنه قاعد يقوم من النوم يروح يداوم في وظيفته ويرجع مرة ثانية بدون لا يقدم دافع ويقدم شيء. كل مبادرة يتم تقديمها بالكويت ما تنجح بعضها، والبعض الآخر يطول على ما يتم فيه النجاح. لكن يبقى عندنا شغلة هي الأمل. احنا ما يصير نفقد الامل في الوطن، احنا فاقدين الامل في الحكومة، فاقدين ان احنا ممكن نحصل على مشاريع او ان ممكن نحصل بعض الامور طريقة سريعة. خلينا نتكلم، لكن احنا املنا كبير بالكويت. الكويت دائما ولادة في رجالها ونسائها ان شاء الله، ودائما راح يطلع لك بعض الناس اللي هم يصنعون هذا التغيير. ممكن ما يكون بزمني، لكن ممكن زمن أحفادنا ممكن نشوف جليب الشيوخ مثل الذهبي. فهذا صح، أنا يعني متضايق إن أخذت وقت طويل، وتحس مرات طقت شبدك يعني بالكويت يعني، لكن شمعة الأمل هذه لازم ما تخبو يعني. قبل سنة شهر 2 من هو كويت ششمل مال التركي. أنا أعرف مال هو بيت، أنا أعرف رقم مال هو. أول وقت هو كلام 100% هو شيل مال واجب. هو هذا اللي يقول لك هو راح يسوي لك فيزا. إيه هو سوي عشان يصير سايق. يصير سايق. إنزين. مال أنا تي مال باسبورت كافي مال هو. إيه هو شيل
بعدين هو كلام واجد واجد حلوة، بعدين هو ميدم داخل المستشفى مشان دلوري. أوكي. هو هيك واجد. أنت أقول والله أنا ما في فلوس، أنت أدي فلوس أنا أدي فيزا. هو شيل كل 600 فلوس خلاص. هو أخذ فلوس 600 عشان يسوي فيزا. إيه فيزا. إنزين. ما يدي فلوس، ما يدي عين واحد فيزا، ما يدي عين واحد واحد. عين واحد وقت مرة أنا كلام، هو قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الحين واحد سنة أنا كلاس، أنا 150 دينار معاش، أنا شيل مال فلوس، أنا أدي 600 دينار. شلون يجي هو ما إنسان؟ مو واحد مال أنا فلوس. هو نفراد كله مال فلوس بيا مال فيزا، هو داخل بيت كله قدامه ما في سيك ما في، هو كله بيا ما في مشكل. كم مرة كم هو تشتغل؟ أنا أشتغل مال شركة. شركة كفالتك على الشركة؟ مال أنا غير. إنزين أنا أقول مال أنا أكو أبي فيزا فلوس بس. أنا فلوس 600 دينار، مال أنا صديق فلوس 1300 دينار. هو أكل، هو داخل بيت أين واحد مرة أنت رو وين أنت قدامه داخل ما في. ليش؟ هو بيا كله سيك بين ما في بيا كله. كم نفر فلوس اكل مال هو؟ انا فلوس الهين رو هو ما يجي فلوس. انا هذا ورق شنو عندك؟ لا هذا هذا مالش، هذا مال المستشفى. انا اشوف مشان ميديا، انا ابي كلام مال انا شلون. اوكي زعلان ابي كلام مال هو ما لا انا ما يبي فلوس، ما يبي انه هو ما يتي. انا عارف هو كويتي، انا بدون انا هندي، انا ما اقدر اسوي عين واحد. بس ثاني نفر هو شوف هو عارف علي بابا بس تاني نبر ما يعرف، هو يمشي فلوس اكل على طول. قام على شركة. ايه فيزا عندك ولا ما عندك؟ في فيزا ولا ما في فيزا؟ انا شركة ملا. ايه في فيزا ولا ما في فيزا؟ فيزا على شركة. ايه صح ولا لا؟ صح. انت رحت حق هذا الكويتي عشان تبي فيزا مرة ثانية ولا شنو؟ انا اكو اكو فيزا. ليش دافع على 600؟ انت تبي فيزا جديد؟ جديد ملا انا اكو عشان تجديد، عشان اخوك مو عشانك انت. مو مشانك والله. اي كذي واضح. ايه 600 الحين انا رو، الحين انا ما يسوي جنجاي مشان الحين انا رو سوا سوا عين عين كاميرا افتح. انا رو قال لي جوب داخل سلونيك بابا. ها الحمد لله زين. انت شيل 600 دينار صح؟ ايه صح صح بنكي والله. انت اكو ملانا والله اكو مل. انت بابا انت شيل 600 دينار وها سنه خلاص متى يتي فيزا بابا؟ لا ان شاء الله ان شاء الله. الحين يجي الحين يجي الحين يجي نفسو كلام. الحين واحد سنة كلاس قسم بالله نفسو كلام. 600 اي مو واحد واحد ملانا كل نفر كم نفر فلوس هو اكل. هذا مو انسان. انا صبي غلطان. الحين شيل جوتي. لا 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 كسر ملانا. لا لا ما انا كلام سيدا. هذه الطوالة في الدور المساندية شنو نفسرها؟ عدم جدية في تطبيق المشروع؟ لا عدم جدية، ما في خيار آخر. أنا أصنفها ك عدم رغبة. يعني أنت قاعد في الصالة من سيدي حدران بروح الدوام، ما راح تروح دوام، ما راح يجيك بساط الريح يوديك الدوام. إيه لا حلو وايد حلو طريقتها حلوة. أنا كنت خايف ما تتقبل فكرة. لا قاعد حق لا بالعكس حقق. لا 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 أنا مستانس أنا. إيه مستانس. لا ما في شيء بالعكس. أنا قلت لك بالنهاية الشيء يرجع حق المواطن. أنا استانس. وزارة الداخلية بيض لويهم ما قصروا، جزاهم الله خير، أثبتوا كلمة منهم العيون الساهرة. كل امانه وكل صدق كل كياها، هي الوزاره الوحيده اللي قاعد تحاول تنظف منطقه الجيشي. احنا كذي نقدر نقول خلصنا. طلعت براءه. براءه يعني اذا كان في يعني تطورات او كان في امور مثلا عالقه في منطقه الجليب، اتمنى اني اكون وضحتها للناس.